أطلق المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة نتائج التقرير السنوي الأول لرصد أوضاع هذه الفئة وحقوقهم في الأردن. وأعلن سمو الأمير مرعد بن رعد رئيس المجلس في مؤتمر صحفي أن التقرير تضمن الإنجازات المتحققة على المستوى الوطني في مجال حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتأمين حقوقهم في مدارس دامجة وإيجاد فرص عمل لهم في القطاعين العام والخاص وتحسين أوضاعهم، مبيناً سموه أن التقرير اشتمل على التحديات التي واجهت تطبيق السياسات والاستراتيجيات والتشريعات الوطنية ذات الصلة، لافتاً إلى أهمية تبني الجهات المعنية للتوصيات الواردة في التقرير وضرورة وضع الخطط الملائمة لتنفيذها مع تعديل بعض التشريعات التي تكفل لهؤلاء الأشخاص المساواة وتكافؤ الفرص في حياتهم. اليوم كان لقاء مهما حول التقرير الأول والتجربة الأولى لتقرير رصد أوضاع أشخاص ذوي الإعاقة في الأردن. تحدث سمو الأمير مرعد بن رعد رئيس المجلس الأعلى حول مجريات إعداد هذا التقرير ابتداء من ما نص عليه القانون في المادة 9 بضرورة أن يكون هنالك تقرير رصدي يرصد حالة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة من حيث التشريعات والسياسات والممارسات. بالتأكيد عرجنا على هذا الموضوع. أيضا تحدثنا بإطار منهجية إعداد التقرير وآلية إعداد التقرير وآلية الرصد والتعامل مع كافة الجهات في القطاعات المختلفة المتنوعة. التقرير اليوم يتحدث عن الحقوق الصحية والحقوق البيئية والحقوق التعليمية والحقوق التمكين الاقتصادي وحقوق التمكين السياسي والتدابير التيسيرية بكل التفاصيل، وأيضا آلية استقبال الشكاوى وتحليلها والرد عليها، وأيضا خلصنا إلى عديد من التوصيات التي من الواجب أن تقوم بها مؤسسات الدولة المختلفة ابتداء من المؤسسات الحكومية. هنالك واجب التطبيق وجودة التطبيق حتى يتسنى لنا في العام القادم تحليل واقع الإنجاز، لأنه هذا التقرير يبين التحديات والإنجازات على حد سواء. فبالتالي نحن نتحدث عن ما هو أنجز على أرض الواقع عملا وفعلا، ونتحدث أيضا عن الخلل وأوجه القصور والصعوبات والتحديات التي واجهت حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. نتمنى في قادم الأيام أن يكون هنالك متابعة حثيثة ومتابعة دورية وتنسيق مشترك وتشبيك مشترك حول ما يخدم قضايا حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في الأردن.